بس الاول ما هلت علينا يا مهرام بيه. كرسي يا غبيش. دم ايه اللي هيسيب؟ واحنا ناقصين مش كفايه اللي احنا فيه من الصبح؟ ايه العباره بالظبط يا مهرام بيه؟ شفت ايه؟ اهو دي اللي انا عايز اعرفها. وطبعا المعركه بسبب وضع اليد، وطبعا عايزنا اتحرك عشان اعمل محضر اثبات حاله زي كل مره، مش كده برضو يا مهرام بيه؟ القوه كلتها بره في مهمه رسميه وخطيره. هو اثبات الحاله دي مش عاوز قوه؟ انت بنفسك بتقول ان الجدع اللي اشترى الارض راجل مفتري، واني عارف انه مفتري. الست سلوى نصار ممثله السيما الشهيره تاهت في الصحراء والبراري، نفس بشريه، ست مهمه من عيله الام واكابر الخل ونواعم الستات، اتقاعس عن اداء الواجب؟ ودي برضه اسمها مصالح يا مهرام بيه. قول يا باصي، الحكاية ان الجدع اللي اشترى ارض الدكتور مفتري اكتر من رجالته. اني رحت لقيت رجالتك نايمين زي الخرفان ومتكتفين بالحبال جوه ارضه وقدام بيته. حضرتك عارف اني بساعد في حدود الامكانات المتاحة. باختصار يا مهرام بيه، عملهم مسخة ومسخرة، والظهر عليه ناشف وقلبه ميت، وتلزمه طريقة تانية. أنا عاوز لكل واحد فيكم محضر. ليه؟ علشان يبقى لكل محضر تحقيق وحجز وعرض على النيابة. يا ابني انت ما تبقاش عبيط، ما تفرض ان النيابة ادته إخلاء سبيل، يبقى ايه العام؟ انت اسمك ايه؟ حسين عرعر. حسين ايه؟ عرعر. وده من ايه؟ أمر الله. اسمع يا عرعر، المنتج يخلص من التحقيق معاه بسبب البلاغ بتاعه ويتعرعر تاني يوم على النياب، يتعرض على النياب. النيابة عندنا بعيد واحنا ما عندناش مواصلات، يعني هياخدها سيرا على الأقدام وفي حراسة مشددة. لا، أما بخصوص سلوى هانم، البحث لن يتوقف. إذا كنت تحب تتهم المنتج إن له يد يكون أحسن. ما شفتش ممثلة السيما سلوى نصار؟ مين يا أخويا؟ نجمة أفلام السيما والإذاعة والتلفزيون سلوى نصار. طب اسأل حد من أهل بيتك، يمكن يكون حد فيهم شاف. شاويش، إحنا يا أخويا بندور على واحدة ست تايهة. أيوه أنا فهمتك، هي ممثلة سيما اسمها سلوى نصار. انت ترد على قد السؤال وبس، شفتها ولا شفتهاش؟ اضرب في المليان. اضرب. ايه يا حضرة السؤال؟ ايه احنا داخلين حرب؟ تعالوا هنا. من حصلك ايه؟ انا دبانة وكانت حافة عليا. دبانة كتير يا ست عطية.